السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملكات مصر. والنهاردة هنعمل أوفر بزيادة، اطلب ملكة هتاخد ثلاثة. النهاردة معانا ثلاث ملكات، بس لازم يجوا مع بعض لأن تاريخهم موحد. الثلاث ملكات هم الثلاث ملكات اللي قادوا مصر مع الثلاث ملوك اللي كانوا موازين ليهم في انتصار مصر على الهكسوس وتحرير البلاد أخيرا من حكم الهكسوس. التلات ملوك طبعا معروفين، سكنة نراع تاعة، كاموس وأحمس. التلات ملكات اللي معانا النهاردة الملكات تيتشري، أحوتب، وأحمس نفرتاري. وهنبدأ بالملكة الأولى، الملكة تيتشري. الملكات طول التاريخ المصري لهم دور مهم في الشعائر الدينية، وبالتالي في الغالب مفيش ملك من غير لازم يكون معاه ملكة بتقدم الدور ده. وإذا كان الملك صغير السن زي ما قلنا اللي بيقدم الدور الديني للملكة بتكون الأم، وإذا الملك زوجته ماتت فيا بيتجوز واحدة تانية يا بيضطر إنه يصعد واحدة من بناته في منزلة الملكة الرئيسية عشان تقوم بالشعائر الدينية. لكن احنا في عصر دلوقتي في احتلال موجود، في حروب بتحصل طول الوقت، مفيش مكان للشعائر، فأي شيء بيبقى موجود قدامنا لازم بناخده بمعناه الحرفي. ولما بزغ نجم الثلاث ملكات دول وظهروا ده دليل ان كان ليهم دور حيوي ومؤثر على المستوى المدني وعلى المستوى العسكري. اول واحدة هي الملكة تيتشري، والملكة تيتشري هي بنت الملك سكنن سنخ تراع تاع الأول، والملكة سوبك إمساف، وهي تعتبر أم الملك سكنن رع اللي بدأ الحروب ضد الهكسوس. لكن في الحقيقة اللي حطها في المكانة دي واللي عملها الحلقة، يعني اللي خلاها تدخل معانا في الحلقة دي مع الملكتين اللي بعد كده دورهم واضح وظاهر عن الملكة تيتشري، هو أحمس نفسه. الملك أحمس لما يعمل استيلا أو لوحة جدارية خاصة بيها، وبعدين بنلاقيها في اللوحة زي ما ظهر قدامنا، هي اللي قاعدة على العرش والملك أحمس هو اللي واقف، وبعدين اسم الملكة تيتشري مكتوب في خرطوش ملكي زي اسم الملك أحمس، فهنا لا احنا قدام شخصية كبيرة، شخصية مهمة في التاريخ المصري. اللوحة كان فيها الملك أحمس بيقول له زوجته الملكة أحمس نفرتاري: أنا فاكر والدة والدتي والدة والدي الملكة العظيمة الملكة الأم تيتشري، وعايز أعمل لها حاجة إن أنا أبني لها هرم يخلد ذكراها. وادي نص اللوحة مرة تانية من كتاب موسوعة مصر القديمة للدكتور سليم حسن، بيقول في نفس الكلام إن الملك على الرغم من أن قبرها وضريحها موجودان في هذا الوقت على أرض طيبة والعرابة على التوالي، فإني مع ذلك قلت لك ذلك لأن جلالتي يرغب في إقامة هرم لها ومحراب في جبانة العرابة المدفونة. ده النص اللي قاله أحمس لزوجته أحمس نفرتاري وهما قاعدين مع بعض عشان يكرم الملكة تيتشري. وبالفعل بنلاقي بعد كده إن أحمس كشفت الآثار في الصحراء دي إن أحمس بالفعل بنى لجدته الهرم على مسافة من الحقول على بعد ميل في الصحراء، وفي حجرات سفلية نهبت في الأزمان القديمة، وبنى لها كذا ضريح جنائزي وقدم لها كرابين. النصوص دي بتبين أهمية الملكة تيتشري ودورها على الأقل في قيادة الداخل المصري. يمكن دعمت ابنها سكنة نراع تاعة، ولما مات في المعارك دعمت الملكة أحوتب وابنها الملك كاموس، ومن بعده ابنها الملك أحمس في الحروب ضد الهكسوس، فاستحقت مكانة في وسط القايمة النهاردة. الملكة التانية اللي معانا النهاردة هي الملكة العظيمة أحوتب. من الممكن إن احنا نأرجو نقول يعني، أو مش عارف بالعربي تقريبا، نناقش أو ندعي إنها واحدة من أقوى الملكات في مصر.
ممكن تدخل في المكانة دي مع حتشبسوت. الملكة أحتب كانت ملكة محاربة، اشتركت في معارك ضد الهكسوس، قدرت إنها تقود البلاد أكتر من مرة، وقدرت إنها تربي ابنين كل واحد فيهم كان بطل حربي وعسكري بعد ما زوجها مات والابنين صغار في السن. وبعد ما مات زوجها ومات ابنها الكبير كاموس، قدمت ابنها أحمس في المعارك ضد الهكسوس، وفي النهاية كتب لمصر الانتصار. ومفيش أدل على دورها الحربي من إن لقوا في التابوت بتاعها السلاح ده اللي هو البلطة الحربية، وده ما بيتحطش إلا لو كانت القطعة دي خاصة بيها، فواحدة من مقتنياتها كانت عبارة عن فأس حربي أو بلطة حربية. هنا كتاب Chronicles of Queens of Egypt الكاتب بيتبنى نظرية إن كاموس مش أخو أحمس، لأن اسمه مش مكتوب في اللوحة بتاعت عائلة أحمس، هو مش وارد اسمه. هو الأسماء اللي واردة الملك سكنة والملكة أحطب وأبنائهم الأربعة اللي كلهم اسمهم أحمس، 2 بنات و2 صبيان. أحمس الكبير مات قبل تولي أبوه، بعد قبل وفاة أبوه، وأحمس الصغير طبعا ما تولاش الحكم مباشرة إلا بعد وفاة كاموس، والأختين أحمس نفرتاري وأحمس نبيت النمبيتي، والاتنين اتجوزهم أخوهم أحمس. فهو هنا بيتبنى نظرية إن كاموس كان شخص نبيل مسك الحكم مؤقتا، لأن أحمس كان طفل صغير في الوقت ده عنده 5 سنوات، ولكنه مات بعد 3 سنوات من تولي الحكم في المعارك ضد الهكسوس. فالملكة أحتب مسكت حكم مصر كملكة وصية. Now there was a break in hostilities of almost decade as Ahotep raised her son ruling Egypt on his behalf as a regent. وفي وثيقة برضو أحمس قدمها لنا كان بيقول عليها هي اعتنت بالمصريين جنود، هي حمت مصر، هي رجعت الهاربين من في الخارج، وجمعت جميع رعاياها، هي ملكة مصر السفلى. وهنا الكاتب بيستنتج من الكلام ده ان أحطب قادت جيش على الأقل في معركة بعد وفاة أحمس، بعد وفاة كاموس. لما كاموس مات في المعارك أكيد الهكسوس حاولوا يستغلوا وفاة الملك في المعركة، فحاولوا يهجموا على طيبة. واضح إنها انتصرت في المعركة وقدرت تلم شتات الجيش اللي حصل بعد وفاة الملك كاموس في قلب الميدان. وده طبعا بيدخل من غير ما تكون وصية على العرش، الموضوع ده يدخلها لوحدها عن جدارة واستحقاق في قائمة ملكات مصر البارزات. لكن ما بالك كمان بأن بعد وفاة كاموس كان أحمس صغير السن وفعلا اتولت الحكم كوصية على العرش، فهي ملكة ومحاربة. دي مش اي حاجة خالص، ده بس عجباني الفكرة. التمثال اتلقى في مقبرة الملكة أحتب عبارة عن سفينة وتحت بتمشي على 4 عجلات، فحلوة الفكرة. وطبعا هنا بيشرح على الحاجات اللي اتلقت معاها في مقبرتها، فتلاقى ذهب، وتلاقى الصورة اللي احنا عرضناها في الاول، المجوهرات اللي كانت معاها، ودي اهداها لها ابنائها الاتنين احمس وكاموس. والملفت انها على الطراز الكريتي، اتكلمنا في موضوع كريت ده قبل كده في حلقة الملك احمس، واللي عايز يراجعها يراجعها. وان البلطة اللي معاها برضو واضح، والخنجر اللي معاه في المقبرة، والخنجر اللي مع احمس كمان على الطراز الكريتي. واضح ان كان في تقارب من نوع ما بين مصر وكريت في الوقت ده، يا إما مصر كانت مسيطرة على كريت، يا إما كان في علاقات اقتصادية، في شيء يعني كان في موضوع. طبعا اللي على يميننا تابوت الملك سكنة نراع تاع، وعلى شمالنا تابوت الملكة أحتب. واضح
التشابه الكبير في التصميم مما بيدل لنا الموضوع ده على ان ملك وملكة. واعتقد ان الرسم الكتابة متلخبطة، يعني هو مكتوب ان اللي على اليمين ده احوتب، واللي على الشمال احوتب، واللي على اليمين سكنة نقطاع، والواضح جدا ان العكس، لان اللي لابس تاج النمس اللي على الشمال مش اللي على اليمين. اللي على اليمين ده واضح ان هو النسخة النسائية، ففي لخبطة في الكتاب. معلش. بنرجع تاني لكتاب موسوعة مصر القديمة، عشان طبعا المعلومات اللي في الحلقة مهمة، ممكن البعض اللي ما يعرفش معلومات في التاريخ يتصدم فيها، فبنجيبها من كتاب عربي ومن كتاب أجنبي عشان نوضح إن المعلومات دي موثقة وواضحة، ما بنألفش فيها حاجة. هي الملكة أحوتب فعلا كان لها دور كبير جدا في معارك التحرير ضد الهكسوس. طبعا اول شيء برهان انها كانت زوجة الملك سكنة نراع، الصراحة مفيش برهان، هي ما كتبتش انها كانت زوجة سكنة نراع، بس كان مكتوب على لما بيورد اسمها بيكتب بنت ملك، زوجة ملك، ام ملك، فبالتالي هي كانت متزوجة ملك. وكمان احمس لما جه كتب لنا شجرة النسب بتاعته كتب الاب سكنة نراع تاع والام أحطب، فبالتالي مفيش، خلاص كده هو الراجل حسمها، الموضوع مش محتاج كل النقاش دي. لكن الجزء المهم، فكما أن تيتشيريك كانت تمثل القوة خلف الملك في بداية حكمه كما يظهر ذلك على اللوحة التي كشف عنها بيتري، فإننا نشاهد كذلك أن أحوتب أخذت مكانتها هذه بعد موتها كما يظهر ذلك على لوحة الكرنك في بوهن، ولم تحل السنة 22 من حكمه حتى أخذت مكانها نفرتاري كما تدل على ذلك نقوش طارق. طبعا مفيش حاجة شد وضوح على قوة الملكة أحوتب غير إن أولادها الأربعة متسميين على اسمها كلهم أح موس، موس بمعنى ابن، فكلهم أولاد القمر، وهي اسمها القمر راضي أو القمر سعيد، أحوتب حوتب يعني راضي سعيد مبسوط مستريح، وأح معناها القمر. أما بخصوص آثار أحمس وكاموس اللي اتوجدت معاها في المقبرة بتاعتها، فده دليل على إن الاتنين أولادها، والاتنين كانوا بيقدموا لها هدايا من المجوهرات والتحف اللي خدتهم معاها في المقبرة، ودي الآثار برضو اللي سابها لها أحمس قاربان، وكان اسم كاموس مكتوب عليها، واحدة من الفضة وواحدة من الذهب، السفن اللي احنا شفناها وبلط أخرى. وبيتكلم عن أحمس بيقول: والواقع أنه ليس لدينا تواريخ بعد السنة الخامسة من حكم هذا الفرعون، وهي السنة التي قضى فيها القضاء المبرم على قوة أعدائه شمالا وجنوبا، إلى أن نصل إلى السنة 22 من حكمه، حيث نجد أحمس قد أقام لوحة عظيمة بمعبد الكرنك تكشف لنا عن نواحي عدة في نشاط. طبعا اللي يخلط الكلام ده بأن والدته كانت وصية عليه 10 سنين ممكن يستنتج أن أحوتب هي اللي طردت الهكسوس. في الغالب محدش يجرؤ انه يوصل لاستنتاج زي كده، يعني هو احمس هو طارد الهكسوس، لكن من الواضح ان احمس كان مؤدب شويه، فهو اصلا من الملوك المتواضعين والمؤدبين، بدليل صورته مع جدته تيتشري. اي ملك تاني كان هو هيقعد ويخليها هي اللي واقفه في الصوره، لكن احمس كان هو مقعدها وهي اللي واقفة، فواضح ان هو قعد سنين ملكه من بعد ما مسك الحكم مباشرة، ما ضافش سنين حكم والدته لسنين حكمه. عشان كده لقينا الكاتب بتاع كرونيكل اوف كوينز بيقول ان في فرق 10 سنين بين موت كاموس وتولي احمس. لو أحمس عمل زي تحتمس الثالث وضم سنين ملك حتشبسوت على سنين ملكه، كان عد السنة الخامسة دي السنة الخمستاشر.
المهم احمس في نفس اللوحة دي طبعا بعد ما كلمات الدباجة الرئيسية اللي موجودة في كل حلقة اللي موجودة في كل بيان ملكي، حور منتو القوي الثور الشجاع قاهر البلاد الأجنبية وأعداءه وموطأ قدميه والدباجة الطويلة دي، كان كاتب طبعا أولا بجلوني وبعدين قدموا المديح لسيدة البلاد وسيدة جزر بحر إيجا فاسمها رفيع الشأن في كل بلد أجنبي، فهي التي تضع الخطة للجماهير، زوج الملك وأخته الملكية لها الحياة والسعادة والصحة، وهي أخت ملك وأم ملك الفاخرة والحاذقة التي تهتم وتضلع بشؤون مصر، وقد جمعت جيشها وحمت هؤلاء فأعادت الهاربين وجمعت شتات الذين هاجروا وهدأت روع الوجه القبلي أي مملكة طيبة وأخضعت عصاته الزوجة الملكية حطب العائشة. ده نفس النص اللي جبناه بالأجنبي، جايبين النهاردة دلوقتي من كتاب عربي عشان نأكد نفس الموضوع، إن الملك أحمس بيعترف إنها جمعت الجيش حامت الناس حطت الخطط اللي حركت الجيوش، فده بيدل على دورها الكبير والعظيم في الحرب ضد الهكسوس وتحرير مصر منهم. وطبعا موضوع جزر بحر ايجا مش هنخوض فيه مرة تانية، اللي هو مقصود بيه جزيرة كريت، واضح التأثر في العصر ده ما بين الحضارة اللي في كريت والحضارة المصرية، والموضوع ده بيسبب ارتكارية للغربيين، لا 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 مصر ما كانتش مسيطرة على كريت، فخلينا نقول ان كان في علاقات تجارية قوية، ولو ان البعض ادعى ان الملكة حتب اتجوزت ملك كريت. الدكتور سليم حسن بيشرح الكلام ده بيقول: تأتي فقرة لم نلحظ مثلها في النقوش الملكية قط، وأعني بذلك الأمر الذي دعا به أحمس للتعظيم من شأن أمه الملكة أحتب، وهي التي تحمل لقب سيدة الأرض أي مصر وأميرة شواطئ حيو نابوت، ودي جزر البحر الأبيض المتوسط، وهي في هذه الفقرة لابد يقصد بها جزيرة كريت ومجاورها من جزر. بعد ذلك تأتي عقود المديح التي صيغت لهذه الملكة فاستمع إليها، اسمها رفيع الشأن في كل بلد أجنبي، فهي التي تقود الجماهير، زوجة ملك وأخت ملك وبنت ملك وأم ملك الفاخرة والحاذقة التي تهتم وتضلع بكل شؤون مصر، هي التي جمعت جيشها وحمت أولئك الناس وعادت الهاربين وجمعت شمل الذين هاجروا وهدأت روع الوجه القبلي أي مملكة طيبة وأخضعت عصاته بوصفها الزوجة الملكية حتب العائشة. وفي الكلمات دي بتظهر فيها الملكة بأنها هي التي أنشأت مصر الجديدة، وأنها الروح الذي أقال مصر من عصاتها وكتب لها النجاح. يضاف إلى ذلك أنه قد يستنبط من هذه الكلمات أنها لابد كانت قد قامت بنشاط محث في خارج بلادها، إذ كان لا يمكنها أن تحمل هاربين وتجمع شتاتهم إلا في البلاد الأجنبية، وكذلك كان في مقدورها أن تقود هناك جيشها إلى النصر. من أجل ذلك يجب أن نسلم أنها بعد وفاة زوجها تاع الشجاع أخذت في يدها مقاليد الأمور بعزم وحزم، معضدة ابنها كاموس المحارب الذي كان على ما يظهر لا يزال حدث سن، على أن مظهرها هذا ليس فيه ما يتناقض مع موقف كاموس. ولما تولى أحمس وقد كان على ما يظهر حدث السن أيضا، أصبحت هي الوصية الحقيقية على عرش مصر على عرش طيبة، ولكن لابد أنها كانت في الوقت نفسه قد عقدت أواصر المودة والصداقة بينها وبين ملك كريت، ومن المحتمل أنها تزوجت منه. الكلام ده بيبان في الثقافة في النصل بتاع البلطة الحربية أو الفأس الحربي اللي كان في المقبرة بتاعتها، وكمان ظهر في أثر سلاحين من أسلحة الزينة في نفس العصر، فكان السلاح اللي مع أحمس والسلاح اللي مع كاموس كمان كانوا هما الاتنين واضح فيهم آثار الحضارة المينوية اللي هي حضارة جزر كريت. الملكة الثالثة معانا النهاردة أحمس نفرتاري. هو هنا الكاتب ممكن يكون بيلمح من بعيد ان تأثير الحضارة الكريتية، وخصوصا كمان لما اكتشفوا قصر احمس واتضح في الزينة انها قريبة جدا من الزينة اللي كانت موجودة في جزيرة كريت كمان، فمن الواضح ان احمس كان استعان بمجموعة من الفنانين او من الصناع من كريت،
فمصر كانت في أزمة وفي كارثة. واضح شيء منطقي إن أنا أستعين بدولة كان فيها تقدم في الوقت ده مثلا زي الحضارة المنوية، ونجيب منها عمالة ونجيب منها عمال مهرة ونشغلهم عندنا ونبدأ نتعلم منهم مع الاحتفاظ بفكرنا احنا كمان، فتنشأ صورة جديدة من الحضارة بتاعتنا. لكن هو هنا بيلمح ان ممكن يكون التجديدات دي كلها لان احمس اتجوز ملكة اميرة من كريت، لكن اللي احنا متأكدين منه ان الملكة احمس نفرتاري هي بنت الملكة احطب، والملك سكنة نعتعة وهي اخت الملك احمس الكبير. وهنا بيقول but some experts have suggested that he may have disguised his palace to please a minion wife. انه بيجدد كل القصر بيعمل الحاجات دي عشان يعني بيجامل زوجة أجنبية. وإن الفكرة دي بيقابلها كمان الجملة لما كان بيتكلم على والدته أحطب وبيقول عليها إنها ملكة أو محبوبة الجزر الأجنبية، بيهتفوا باسمها في كل مكان. فمن الممكن فعلا إن تكون الملكة أحطب اتجوزت ابنها أحمس لملكة أجنبية. طبعا بعض الناس ممكن تنتحر بعد الكلمتين دول، بس في الغالب لأ، ما نعرفش الأحمس ملكات غير إخواته الاتنين، الاتنين اللي اسمهم أحمس برضو، ما كلهم أحامس في بعض. وبيقترحوا إن حونبوت دي ممكن الاسم عام جدا وجغرافي جدا، فممكن تكون هي دي الأميرة اللي من جزر البحر المتوسط اللي اتجوزها أحمس. طبعا احمس اتجوز اخواته الاتنين تاني، بيجمعهم احمس نفرتاري واحمس نبيتا، ونفرتاري اصبحت هي الزوجة الملكية او الزوجة الرئيسية، متأثرة طبعا بشخصية والدتها القوية، وكان من القابها طبعا بنت ملك، اخت ملك، زوجة ملك او الزوجة العظيمة الملك. واحمس نفرتاري هي اول ملكة اضافت لاسمها God's wife of Amun، الزوجة الملكية لأمون. مش معنى كده إن أحمس ادعى إن هو أمون، لأ، هي كانت متجوزة أمون مع أحمس، فنرجو إنها كانت بتعدل بين الاتنين. ده تسلسل ملوك وملكات الأسرة 18. اللي يهمنا فيهم إن أحمس نفرتاري اتجوزت أحمس، خلفه أمنحتب الأول. وأمنحتب الأول هنا ماشي مع نظرية إن هو ما خلفش، فكان ابنه بالتمني تحتمس الأول هو اللي كمل الحكم بعد ما اتجوز بنت الملك أحمس اللي هو موت نفرت، وخلفه تحتمس الثاني وحتشبسوت، والاتنين طبعا اتجوزوا بعض وكملوا السلالة بقى بعد كده اللي كملت. دي لوحة لأحمس نفرتاري، وواضح جدا من فوق التاج اللي هي لابساه نفس التاج اللي متابعين معانا الحلقات، نفس التاج اللي كان على تمثال امون، التاج ذو الرشتين. التاج ده ظهر من الاسرة 13 زي ما قلنا في حدود الدولة المتوسطة في القرن 18 قبل الميلاد، وبالتالي صعب ان يكون حد لبسه قبل التاريخ ده. وطبعا هنا اللون الاسود اللي على جلدها مش ده لونها الطبيعي، ولكن هم كانوا بيحطوا اللون الاسود دليل على الخصوبة الزيادة، لانها كانت زي ما بنقول زوجة امون. احمس نفرتاري كان لها تأثير جامد قوي جدا على الديانة المصرية، ويمكن بينسب لها فكرة توطيد وجود الملكة في طول الوقت. وكمان المصريين عبدوا احمس نفرتاري وكان عامل لها مقام، ما عبدوش احمس الملك، عبدوا مراته احمس نفرتاري، وعملوا لها زي ما بنقول كده خلوها إلهة، وكانت وعملوا لها البتاع اللي بيشيلوا فيه الآلهة ده. احمس نفرتاري انجبت على الاقل 4 اولاد و5 بنات،
بعضهم مات في سن الطفولة، وطبعا اللي نجا منهم كان الملك أمنحتب الأول، وده بعد وفاة أبوه الملك تحتمس الأول وهو كان عنده 40 سنة. تحتمس كان عنده 40 سنة، كان أمنحتب الأول طفل صغير. فالملكة أحمس نفرتاري مسكت مصر، حكم مصر، كوصية على ابنها أمنحتب الأول عشان تكون تاني ملكة رسمية معانا النهاردة. يعني قلنا تيتشري نشعر إنها مسكت حكم مصر، لكن مفيش تأكيد. لكن أحطب والملكة أحمس نفرتاري الاتنين مسكوا حكم مصر كوصاية على أبنائهم، واحدة على أحمس على الأقل، إن ما كانتش مسكت حكم مصر مرتين، واحدة كوصية على كاموس ومرة كوصية على أحمس. وأحمس نفرتاري مسكت حكم مصر كوصية على أمنحتب الأول. فإحنا معانا النهاردة ملكتين فعليا حاكمتين. وبيكمل الكاتب وبيقول ان كان نفوذها قوي لدرجة ان نفوذها كان هو السبب في اختيار تحتمس الاول الطفل المتبنى لأمنحتب ان هو يكون ملك مصر او فرعون مصر على العرش. لما نيجي نتكلم عن الملكة نفرتاري، خلينا طبعا نفرتاري هتلخبط مع زوجة رمسيس، واحمس هتلخبط مع اسم جوزها، فبضطر اقول الاسمين مع بعض، احمس نفرتاري. اللي بيلفت النظر ان في كل مرة الملك احمس بيجي يتكلم في لوحات كتير بيبرز اسم زوجته احمس نفرتاري ان هي المتلقية الحوار، وتحس كأن احمس يعني نقول بيحبها، مما يدل على الأهمية العظمى التي كانت تمتاز بها الوارثة الملكية في الأسرة الفرعونية في هذا العهد. ويقول في والواقع أن الأثر يقول قد وجد اسمها منقوشا وحده في محجر مرمر في وادي أسيوط. يعني كانت بتطلع رحلات تنقيبية للمحاجر، وقد كشف لها عن عدة تماثيل صغيرة تمثلها، مع أنه لم يعثر لزوجها أحمس على تمثال واحد حتى الآن، وقد وجد لها تمثال ضاع رأسه في معبد الكرنك. ومن المدهش أن هذه الملكة كانت تقدس أكثر من زوجها، وقد بقى تقديسها على مر السنين أكثر من أي ملك آخر، وقد وجدت آثار تدل على ذلك حتى عهد الأسرة الواحدة والعشرين. والواقع أنها كانت تعد في نظر المصريين إلها مثل آلهة طيبة العظام، وكان لها طائفة خاصة بها من الكهنة تقوم على خدمتها، كما كان لها محراب مقدس يوضع على سفينة مقدسة يحمل على الأكتاف في الاحتفال بالأعياد العظيمة، وتلقب على الآثار طبعا بالابنة الملكية والأخت الملكية والزوجة الملكية والأم الملكية والحاكمة العظيمة وسيدة الأرضية. فهي بذلك تضارع الملكة أحطب أم أحمس الأول في نفوذها، إذ كانت وصية عليه في أيام حداثته كما أسلفت. والظاهر أنها عاشت مدة طويلة بعد وفاة زوجها الذي مات في سن 40، وقبرها مجهول مكانه حتى الآن، ولكن وجدت تابوتها في خبيئة تدير بحر، وهي موجودة الآن بالمتحف المصري وتلبس تاج الرشتين الطويلتين المميزتين للملكة أو للإله. إحنا شفنا قبل كده تمثال آمون وكان لابس تاج الرشتين. ويمكن القول ممكن الإنسان أن يقول أنه عندما متاه كانت امرأة طاعنة في السن هزيلة الجسد كانت تكون صلعاء، قد غطت هذا الصلع بجدائل من الشعر المستعار. ولابد أن نلفت النظر هنا إلى أنها كانت أكبر من أخيها أحمس بسنين عديدة، وقد لفظت النفس الأخير في عهد ابنها أمنحتب الأول. ولما لقى أحمس الأول حتفه كان ابنه أمنحتب الأول لا يزال حديث السن، لم يبلغ مبلغ الرجال ليتولى العرش بنفسه، فأخذت نفرتاري زمام الحكم في يدها وأصبحت الوصية على العرش، كما فعلت والدتها أحطب مع أحمس الأول كما سبق ذكره. ولا غرابة في أن نجد هذا النشاط من جانب نفرتاري، إذ قد عرفنا أنها كانت صاحبة نشاط عظيم في عهد زوجها أحمس الأول، وهي بلا شك تعد ثانية الملكات اللائي بما لهن من حق مقدس شرعي. لم يجلسن في عقر دارهن خاملات، بل أخذن على عاتقهن أعياء أعباء الملك ومهامه، مدعين لأنفسهم المساواة بل التفوق،
بما يحملن من ألقاب على أزواجهن وأولادهن في حكم البلاد، ولا نعجب إذا رأينا الملكة أحتب التي كانت قد بلغت من الكبر عتية الآن تلعب دورها من وراء الستار في إغراء نفرتاري في أخذ مقاليد الأمور في يدها لتكون هي الوصية على عرش ابنها الصغير كما فعلت هي من قبل مع أحمس الأول، وقد عاشت أحتب حتى السنة العاشرة من حكم أمنحتب الأول. الخلاصة عندنا 3 ملكات كنا مميزات جدا في بداية عصر الدولة الحديثة، كان ليهم دور كبير جدا في دفع على الأقل أزواجهم بل وفي المعارك ضد الهكسوس. الملكة تيتشيري، وإن كانت ما ينفعش حتى نقول إنها مسكت حكم مصر حتى لو كانت وصية في وقت من الأوقات على كاموس أو على أحمس أو على سكنة نراع ابنها، بس في النهاية ما كانتش مصر كلها في الوقت ده موحدة تحت حكم ملك واحد. لكن الملكتين التانيين أحمس نفرتاري والملكة أحطب كانت مصر موحدة بشكل كبير تقريبا من بعد عصر كاموس وهزيمة الملكة أحطب للهكسوس في المعارك الأولية، حصرتهم في مدينة أفاريس وخلت مهمة أحمس في منتهى السهولة إن هو يحاصر المدينة ويقود المعركة النهائية للنصر النهائي وتحرير مصر، بل ومطاردتهم في حصن شراهين في فلسطين ويقضي على وجودهم في مصر نهائيا ويسيطر على مصر والشام بشكل كامل. وطبعا الملكة أحمس نفرتاري كانت وصية على ابنها أمنحتب الأول وكانت الأمور مستقرة فتعتبر ملكة لمصر. فاحنا عندنا النهاردة ملكتين لمصر توجوا بالتاج وبالعرش، وملكة يشك إنها مسكت العرش، لكن لا يمكن إنكار دور الـ3 ملكات العظيمات في تحرير مصر من الهكسوس. وزي ما قلنا المرة الثالثة يعتقد بشكل واضح من شكل الكفن بتاع الملكة أحتب بالذات انها كانت محاربة، من الوصف اللي ابنها قالوا عليها واضح انها قادت معركة على الاقل من خلف الستار، يعني ممكن ما تكونش هي اللي كانت القائد الميداني للجيش لكن هي اللي كانت رسمت الخطة، رجعت الجنود وحدت الصفوف بعد القتل اللي حصل للملك كاموس، وان الملك الموجود انه يمسك العرش طفل صغير عنده 5 سنين، اكيد الدنيا كانت صعبة، اكيد الامور كانت طايحة في مصلحة الهكسوس في الوقت ده، ولولا ان الملك احتب اخذت زمام الامور ووحدت الدنيا كان كل اللي عمله سكنة نراع وكاموس كان راح أدراج الرياح، ومش بعيد كان الهكسوس سيطر على مصر مرة تانية. لكنها قامت بدور عظيم، والحلقة دي عموما تكريم للملكة أحتب أكتر من أي شيء، والملكتين الحاكمتين التانيين واضح من نفوذهم إن هم طغوا حتى على الملك أحمس اللي كان موجود في وسطهم. الطبيعي حتى قلنا في حلقة أحمس ان الطبيعي ان اللي موجود على الآثار ويتم الاحتفاء بيه الملك المتوج اللي هزم الهكسوس وحرر مصر، لكن احنا بنلاقي ان الاحتفاء تم بزوجته وبوالدته، فده دليل على دورهم الكبير اللي عملوه، وده ما يبخس حقه في ان هو قاد المعركة النهائية ويوحد مصر وطرد الهكسوس منها وقضى على الهكسوس في فلسطين وقضى على ملوك النوبة زي ما شفنا في حلقة أحمس، وقضى على الثورات الداخلية اللي أقامها بقايا أو فلول الهكسوس اللي كانوا لسه موجودين في مصر. فلا أحمس كان ليه دور كبير برضه، لكن ده ما يمنعش إن مجموعة من العظماء كانوا موجودين في عصر ما ساعدوا في توحيد مصر. أتمنى إن أنا ما كنتش طولت عليكم، أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، لو عجبتكم أتمنى إن تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو مش مشتركين. وإلى هنا تنتهي حلقتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.